أنجوري حان ضيفتنا اليوم بول اوف فيم لسبب كثير كثير وجيه، وبما انه اليوم عيد الاساتذه، لانه أنجوري حان بتعلم فنون جميله بالمدارس. هذا شيء يمكن مش كل الناس بيعرفوه. ربعك اليوم عن كل هالموضوع قد ايه؟ بونجور. بونجور. بونجور مدام. بونجور. سيلونس. دخيلك على الكلمات. دخيلك. ما فينا سيلونس، كله ولا سيلونس. بفصل، انا بفصل عن جد، بلعب اكثر من دور يعني، انا ومعلمي غير انا وهون. طب كيف يقبضوكي جد؟ ليكي، هو اجمالا اول ما بتفوتي على الصف هي اول رده فعل، سو بس عن جد تكمشيها بشكل او باخر بتسحب. بس خلينا نذكر بدايه، قد ايه عمرهم طلابك؟ من اي عمر لاي عمر؟ وشو المواد اللي بتعلميها؟ منيح. من جميعه؟ من الابي للابي ناف، يعني من الاول للبريفي تقريبا. ايه. اوكي، وفنون جميله. فنون تشكيليه. بما انه حضرتك كمان تخرجتي من معهد الفنون ودار معلمين ومسرح، ويعني جامعه هالفنون كلها سوا، عم نفهم شوي. ولكن التعليم ما بيشبه ابدا التمثيل. تمثلي شيء وتعلمي تمثيل، او ترسمي شيء وتعلمي رسم شيء ثاني. اي متى بلشتي وكيف صارت الامور؟ يعني كيف هالمزيج؟ هي انا ما كنت عارفه اول شيء اصلا انه في شيء اسمه مسرح بالحياه، بس بعرف اني انا كثير بحب اعبر بشكل او باخر، بحب العب. بعدين لما عرفت انه في مسرح، اهلي كانوا ضد انه المسرح مثل ما كلنا بنعرف ما بيطعمي خبز. مزبوط. بيطعمي زيتون. مينيموم على القليلة. وثاقبت بوقتها الدولة طلبت معلمين للفنون، موسيقى ورسم وهيك. نعم. بعدنا ماشيين. اوكي. بعدنا ماشيين. ومقرعين. 16 سنة. ايه، وفتت وعملت فنون تشكيلية، بلشت اتعلم رسم، وبعدين عملت مسرح بالجامعة اللبنانية. عملتي مسرح بالجامعة اللبنانية، حكيتيني هيك أول شيء عن إنه الوهرة الأولى بأول ساعة تعليم، يعني شو بيصير؟ أوكي. ما بتحكي معهم، بتحكي معهم، بتعصبي، بتجقري، شو أوكي. شو العمل؟ هي اجمالا خاصة أنا نقلت شي أربع مدارس يعني، فأول ما بفوت عارف، وخاصة في تلاميذ كثير بيكونوا عارفين، يعني اللي ما كنت تعلمهم أو إجوا جديد على المدرسة عارفين إنه في شخص بيمثل بالحياة، وخاصة إنه بيمثل كوميك. يا ما هو هيك. ناطريني لإجي، فأول ما بيجوا كل واحد بده يعبر مثل ما بده، فأنا استعملت طريقة ولقيتها ناجحة. على التجربة، على مر السنين يعني، إنه أول ما طيب شو رأيك ما تخبرينا إياها، تمثلينا إياها؟ فينا ناخد تابلو عنا نحن الوول أوف فيم، خلينا نستعمل اليوم وول أوف فيم لأغراض تعليمية بحت. بونجور. لازم اوقف هلا انا لانه فتت على في وول. اوكي هلا بتكوني انت التلميذة. ايه هلا انت فوتي وانا بوقف. دير. اوكي. بوقف وبرتعب كمان. في هون الباب. هون منيح للكاميرا وللكذا. جنني. اوكي. يا لطيف. بونجور، بليز، كلنا بنوقف. هن بيكونوا بيعملوا رد فعل. يعني بدنا نضحك وبدنا نبكي وبدنا تفضلوا. بليز، ما بدي ولا صوت. سيلانس. خليك معي، كلكم هون. اوكي. بونجور، انا اسمي مدام، لانه بينسوها مرات، مدام أنجوري حان. هلا ما حرق خربشكم على كل اللوح، بس بكتبها مدام أنجو ريحان مع سم. وانا رح اعلمكم رسم ومسرح، ما بدي ولا صوت، كل شيء بالنظام بيصير. واذا كنتوا كثير مهضومين ولذيذين وعبرتوا حلو، ساعتها ممكن باخر 10 دقائق من الساعه نعمل شيء له علاقه بالمسرح. اوكي. يا اوكي، يعني هون ما بقى نفتح تمنا بالمره، يعني عن جد ولا هيدا الشيء بقدر امسكهم. وبعدين لانه خلص انطبع براسهم انه انا بمحل عندي هيدا الوجه، فبالساعات الباقيه بيصير اطرى الاجواء بمحلات بيكسروا منيح. خبرتيني انه كنت تحبي تمثيل، او تحسي انه بدي حب تعبري، كيف اكتشفتي التمثيل؟ يعني كان في خبريه عن انه اجى لعندكم على المنطقه على الضيعه مسرحيه، وكنت بنهارتها عم تتعرفي لاول مره على المسرح، على الممثلين وعلى العمل المسرحي. خبرينا شوي التفاصيل. مزبوط، بضيعتك فرسير قضاء النبطيه. فكنت انا قلت لك انه بسمع، بس ما عارف انه هذا اختصاص شو درس. على طول بنعتبر انه الفنون هي هوايه وما بتشتغليها بالحياه، لحد ما اجى جروب مسرح لعنا على الضيعه، والممثلين منهم كثير معروفين يعني، نحن بس بنعرفهم بالقرى الجنوبيه يعني. فحضرت المسرحيه، وبعد ما خلصنا
بابا عزمهم لعنا على البيت، فانا كيفت انه هلا اجوا الممثلين لعنا على البيت قادره اني اخذ منهم تجربه حقيقيه يعني. ففوت وانا ونافخه حالي انه انا ديجا حكي بالموضوع مع اهلي، قلت لهم عمو شو رايك بالتمثيل بلبنان؟ قد ايه كان عمرك؟ شي 15 تقريبا. قال لي اوف اوعى اوعى يا عمو، شو بدك بعد الشغله، مهنه مرتبه ومتعبه. جابني بالارض واهلي حملوها، شفتي يا بابا؟ نحن عم نقول لك نحن كرمال مصلحتك، ها؟ هيدا شاهد من المصلحة، عم بقول لك إنه منا مضمون وما فيها كذا، فهيدا الشيء أعطاهم يعني دافع قوي لأهلي إنه هيدا واحد ابن مهنة عم يحكي. خلص يعني تصديقاً على كلامهم على عملي شيء تاني بالضبط، عملي شيء تاني يطعميك خبز، خاصة البابا كان على طول إنه المرأة والمرأة لازم تكون العاملة، وهي على طول يعطينا دعم من هالناحية، فقال لي أمني شيء بعدين اعملي اللي بدك. وأهم شيء التعليم، لأنه التعليم وثاقبت عند دار معلمين وهيدا الشيء فادني. مجرد ما عملت دار معلمين قالوا لي ساعتها درسي مسرح، درسي اللي بدك إياه، ومنهم بلشت بلشوا المسيرتين سوا. ودرستي مسرح؟ عملت بمعهد الفنون الجميلة، عملنا 4 سنين، تخرجنا دبلوم وبلشت مشيهم اون باراليل. من المسرح بالجامعه اللبنانيه يلي هو اختصاص جدي جدا، يلي اختصاص فعلا بده يعني علم نفس شوي، لا كثير بياخذ سيكولوجي فعلا. لا الكوميديا، الكوميديا يلي بنعرفك اليوم فيها، كيف هالقد كانت يعني هالنقله سريعه؟ هل بلشتي دغري بالكوميديا او كان في ادوار دراميه قبل؟ حبيت السؤال، لأنه إجمالا العالم طابعين براسهم أنه أنا بشتغل بس كوميديا، مع أنه أنا كان عندي بمشواري الفني المتواضع على 10 سنين يعني كان عندي تجارب درامية، بس ما انطبعت بعقول العالم. وأنا مثل ما قلتي خاصة بجامعتنا، فما كنا نعطي الكوميك أهمية بقدر ما أنه تكون النص وشو بدنا نوصل ورسالة، وكانوا يسمونا نوعا ما نحن خريجين المسرح النخبوي. فساعبت بفترتها كنت عم بشتغل ليلي ليلتك، وأكثر من آفر خلال شهر إجاني له علاقة بالكوميك، فأنا أنه لا أنا ما بضحك دجا. وكمان يعني ببعض الأحيان الممثل أو طالب المسرح بيعتبر أنه وكأنه يعني الكوميديا هي أخف من التراجيديا، لكن فيها الانطباعين. ما هيك؟ فيها الانطباعين، لأنه نحن الكوميديا بلبنان هلأ صار عندها مستوى، وصرنا عبر ما في مثله بتواضع. طبعاً بتواضع، لأنه شكر لكم أكثر أنه شونسونية خفيفة، اكيد ما عم نحكي عن قبل عن فريال كريم وهيك، عم نحكي عن المرحله البينات والانتقاليه يلي كانت المراه بس هي يلي بتطلع بس لتعمل اغراء للجماهير وتكون سبور ودعم للشبيبه يعني. فعشان هيك انه اللي بيشتغل كوميك ما بيكون عنده قدرات عاليه، معتمد فقط على شكله الخارجي. هيدي من جهه، ومن جهه ثانيه الكوميك كمان صعب انك تمثلي وتضحكي العالم، كثير صعب يعني. قادره تبكيهم، بعطيكي نص بالدمع بتغشي، وخاصه بلادنا مشحونه بالبكي ابدا ابدا، من الدمار للزباله ان بتوين رائعه يعني. فخفت كثير يعني، وتحكيني ناصر فقيه، لا اكيد بنوجه لهم تحيه، وطارق كرم تحيه من القلب لكل فريق عمل ما في مثله 100%. فلما حكيوني انا خفت، لانه معهم لو ما حدا تاني كان غير شيء، بس انه هني تاريخ من اسال شيء وجر ومعودين عليهم. انا كنت حس اذا بده يفوت حدا جديد انه شو خصو هيدا فايت بهيدا الجروب، بتحسي شيء له علاقه بطفولتك، ممنوع حدا يخبص معهم يعني. فخفت زياده. بس طارق كرمي اختي ما بعرف، حكينا على التليفون طارق هيدا ونكوز نكوز براسي انه لاخر شيء، قال لي جربي، انه نحن عندنا ثقه بهيدا الشيء. وشكله بشكل او باخر كنت الثقه بمحلها يعني. فبلشت حتى قلت انه ماكسيموم شو بده يصير، بطلع اذا طلعت ثقيله وسمجي وزنخه بعرض حلقتين بزمط، العالم مع الوقت بتنسى، مش حتضل تقول هي اللي طلعت حلقتين. طب ما كنتي بالحياه تنكتي، ما عندك هالروح المرحه، ما عندك انه نهفات مهضومه يعني دغري هيك هالنقله من يعني من حكي نسوان لهلا لوين؟ بعض المسلسلات من ضمنهم تشيلو. مين اول جمهوري عن جد عم بحكي؟ التلميذ. يعني قبل حكي نسوان وقبل كل هيدي الخبريه كنت مرات انه انا اختي ايماء يعني، فكنت مرات وخاصة الصغار بحب كثير العب معهم هول بالاول ابتدائي، بكونوا هيك بيطلعوا فيكي بكل براءة وهيك، بتاخذي عن جد منهم انرجي كثير حلوة. فمرة هيك عم بعمل شيء طلعت وضحك انا، يي عن جد كان اول جمهور بيضحك لي، مش اول جمهور بينظر لي، عم يضحك لأنه عم بعمل لهم شيء.
فصرت جرب فيهم. كون مثلا عم نعمل حتى كنت عم كنت بلشتي هيدا حكي او بعد ما في مثله قصدي؟ لا قبل بكثير، كنت ببدايه اول سنه كان ما عندي ابدا اي تجربه إلى علاقه بالكوميدي، حتى مش طالعه مسرح يعني، لانه انا عملت دار معلمين بعدين عملت مسرح. سو كان هني جمهوري بمحل عن جد عطوني هيدي الثقه، هيدي بقول لهم انه ثانك يو عليا. هلا صاروا بكونوا حمسوكي. كنت اليوم التقيت بحدا قال لي بونجور مدام، شاب طويل معه ابنه، قلت له اهلا، فكرته انا من اللي كنت تعلمينه من الفانز بعلمك انا، اسم الله كبران يعني في غطيني يعني بتقولي ايه هيدا السهل الثقيل بالتعليم انه بتحسي حالك عم تكبري؟ لا أبدا. بس انه بتتركين عمره 3 سنين ما رح تكبري، ابنه عمره 3 سنين ما رح تكبري ورح بتضلك جميله حبيبتي. منشان هيك نحن هلا رح نشوف سوا قدمي لنا جميله كجميله اليوم، انت وجميله. بس ما فينا نغير كثير يعني، بحب لانه بحب البسها، بحس اذا ما لبستها عامل بس الصوت لانه ببيتي بالام تي في. والله كثير مبسوطه هلا انه انا معكم، يعني انا اكتفوني على التي في بتشوفوا كل العالم عم تشوفنا، ف هلا بتشوفونا كلكم يعني بتشوفوا ذويلي قد شو هضومي ان شاء الله. جسو شو؟ جسو شو؟ جس وات وات رح اقعد مع سلامرتي دوات. عم تمزحي؟ دقوا ليك؟ لا بس انا رح دقلن انه يصحن لهم، معلش اللي عم بغنوا احلى مني. بعدين انا بعمل بيرفورمنس، انا بغني وبرقص وكيوت وسكسي وهدومي. طب سمعيني شيء بشرفك. بتسمع صوتي؟ لا بتسمع صوتي ولا مره؟ لا مش مغنيه ولا مره سمع صوتي. اسمع يا سولي سنسن قلت لك اهو، قبل ما عدنا كمان كده اهو قتوني اسفقيت قلت عليا وتونيت قتوني قتوني يا طيفك من عم يطلعوا في يا شو؟ شو صار؟ واحد قد الصبلي هونيك عم يطلع في عيني. ايه ايه لا ايه ايه يا 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 هاي هاي. فينا نتعرف؟ في مجال نتعرف؟ إذا احكي أيضا. في مجال اتعرف؟ علي؟ عليك إيه، على القمر. أكيد. في؟ اسمي عباس. عاشت الأسامي أسامي عباس. دابو دابيلي دابو دابو دابيلي وبعتولي دابو. لك شو جامو؟ انت كل الجمال، انت ملكة الجمال. فيني بوسيك؟ يا صار حكي صار موت وطبك يا انا. خليني بوسيك. بوسني برايس كيف يعني؟ لا خليني عادي. لك ايه؟ ايه عادي اكيد ولا خد يلا. كيف ما بدك بوسك ها؟ جامو اتقلب تاكلي بوسي يا حياتي وهضمك هالقد يعني هيك انعذبت فيني وتتغري بدك تبوسني انه بستا لك اي معجب فيك انا مشارط انا ورفيقي على $100 اذا بقدر بوسك ولاني صراصير باكل ما بدي بوس هيك وحده شكلها بقرف هات المية هات $100 هات المية مصاري احنا هلا وخلصنا ضروري تبوسيه باكل جردون 900 كيف قدرت تعمل لازمتين بتقلك اعطيها كلمتين من ايدك كلمتين من ايدك يا رولا بدي كلها بسايط لك روحي حرام طب عن جد سي با جونتي عن جد بدنا نعمل بدنا ناصر اكثر شيء بضل يركب لها هيك مقالي مين ناصر مش معقول حتى نعيم كمان على طول بيعملوا لها شيء هيك ليعصبوها بكون معجب فيكي الهيئه ايه الهيئه ناصر فقيه طيب حسينا قد ايه بتحبي المسرح بس بعد ما حسينا اذا بتحبي التعليم قد المسرح ليكي انا كنت على طول معتبره انه التعليم هو السنده نعم بس بمحل مع الوقت صار لي 16 سنه
كمام يعني. يعني العمر الطويل ان شاء الله من غير شر، ما تحسبوهن هلا قد ايه عمرها فاتت وكذا. بس مع الوقت عن جد هول الصور عم نشوفهم رسمات مزبوطين على فكره. ايه هول انا على حيط المدرسه هيدي بمدرسه وطن مصيد بي. نعم. وقتها رسمناهم انا وتلاميذ على الحيطان، هلا بيمرق كمان هون. هيدي بمدرسه سد البوشريه، شو حلوين. هيدي اكثر من فصل، ده فصل الثلج. بس قد ايه فيهم الوان هون مع تلاميذي، قد ايه مبين الفرح من الخريف فيهم بهالصور حلوين. لكن بمحل ما واحد هلا بديش اتفلسف كثير، بس عن جد بشكل او باخر هون بمدرستي بالمنصوريه هون بالاتوليه تبعنا اكيد. نعم. على قدنا الاتوليه. نعم. هو التلاميذ عم نرسم بنتور. بس شو اللي خليك تحب التعليم بعدين؟ لكن بمحل ما انه بالنهايه انت كشخص بشكل او باخر يمكن اذا بدي اقول فلسفتك بالحياه انه تتركي اثر. وجدت هيدا الشيء بالتعليم، وخاصه من وراء تجارب حياه عن جد اثرت في بحياتي. مثل شو؟ من ناحيه مثلا في اشخاص كانوا بده يتركوا التعليم، وانا بعطول بس بدي اعلم، بدي اترك المدرسه طلاب، بدي اترك المدرسه بالمطلق. نعم. يعني نعم. بيكون مثلا طموحنا الماكسيموم يخلصوا بروفي او حتى قبل البروفي، وبكونوا هالقد رافضين الفكره، وخاصه انه بكون حواليهم انه انت مش طالع من امرك شيء. نعم. معتبرين التعليم صعب. سو عطول حتى انا معلم وانه عم يرسموا انا بصير بشحنهم، حتى بقول لهم مرات يعني جمل بيستغربوها، يمكن في كثير عالم حتستغربها، بقول لهم حتى لو كنت طموحكم تطلعوا على القمر ما بدها شيء، بتحطوا الخط انكم تروحوا وتخلصوا جامعه تسافروا تروحوا على النازا. هالقد بعطيهم الاحلام تكون كبيره لينفذوا. نعم. على القليله قبلها، خاصه عم نحكي عن احنا عن طلاب مدارس رسميه، يعني اجمالا لا حتى الفن يعني ما له كثير هون اهميه، وهون عم تعطيهم اهميه الفن. في حادثه صارت معك بعيد الام، خبريني عليها نحن وعم نمضي الول. يلا يلا شو صار؟ سيقبت انه كنا عم نحكي عم نعمل بطاقات للامهات. نعم. وقلت لهم وقتها للتلاميذ انه الام مش هي اللي بتخلف او بتربي، الشخص هو اللي بيكون حدنا واللي كثير بنعزه وبنحبه. عم جرب توسيهم كأيت 100%، لانه. نعم. بعرف انه في كم شخص كان فاقدين اهاليهم، وكنت بعدي ببدايه التعليم يعني. وسيقبت بنتين من هدول البنات عملوا الكارت وكتبوا بالاخر الى امي انجو. اوف. وعطوني اياها، فانا انه واحد يحبك بهالمرسيدس عن جد. وقتها اول فتره كنت كثير يعني اطلع من الصف، وهلا بس خلفت صرت زياده يعني. بعدك هالقد ملتزمه وهالقد تحسي لك انه اولاد اولاد ولو صغار انه جايين، ولك المهنه بدها كثير صبر. بس انه بدي حييهم اول شيء اذا نحن عم نختم هلا هون. نعم. بدي حييهم، بدي اقول ينعاد عليهم لكل المعلمين والمعلمات، بعرف قد ايه صعب هيدي المهنه، وخاصه مدام جورجيت مديرتي بمدرسه المنصوريه الرسميه، بحييها وبقول لهم كمان لكل تلاميذي بحبكم كثير، ضلكم عاقلين، حتشوفوني بكره، ما تتفلسفوا كثير على الموضوع وسيلانس من هلا. شكرا لك أنجلي حان، احنا كثير كثير انبسطنا فيك. عم يحظوا تلاميذك تحت بالرجي، نحن بنتمنى لك كل التوفيق وسلام كثير كبير لكل فريق ما في مثله، بنعرف انك رايحه تصوري 100% لعباس وعادل ونعيم ورولا ولكل الكرو الباقي. شكرا لك أنجلي حان، رح ناخذ وقفه سريعه من بعدها بنكون معكم كيف.